اليوم هو موعد رسمي لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب. سؤالي لك مهدي، يعني هل حسمت جميع القوى أمرها في هذا الشأن والأمور تسير نحو انعقاد جلسة؟ حدثني بما هو لديك، تفضل. نعم هاجر، يعني من الصعب جدا اليوم تمرير رئيس مجلس النواب بالأصالة، خاصة وأن هناك اعتراضات كبيرة من أغلب النواب والكتل السياسية، خاصة بين الكتل السياسية السنية على اتفاق على أن يتفقوا على محمود المشهدان رئيسا لمجلس النواب. يعني حسب المصادر التي حصلت عليها يقولون أن تحالف التقدم الوطني دعم محمود المشهداني على مرض، لأنه ليس لديه خيار آخر سوى محمود المشهداني، وربما قد فعلا هنالك لا يوجد هنالك ثقة سياسية بين النواب الكتل السياسيين وبالتحديد السنية مع محمود المشهداني، خاصة تحالف تقدم. ولكن على ما يبدو الدعم من قبل تحالف تقدم على مرض، لأنه ليس لديه خيار آخر. وهنالك خطة ربما أجرتها تحالف تقدم، وهذا ما تحدث إليه النائب المستقل عامر عبد الجبار، قال ان تحالف التقدم الوطني اراد ان يكون ان يستبعد بطريقه تفاوضيه مع المرشحين الذين رشحوا لمنصب رئاسه مجلس النواب ان ينسحبوا، حتى يتيح لتحالف التقدم ان يمرر مرشحا جديدا يكون على مزاجه السياسي. ولكن على ما يبدو جميع المؤشرات والبوصلات تشير على ان من الصعوبه جدا تمرير مرشح رئاسه مجلس النواب اليوم، ولكن قد يمرر وقد يصل محمود المشهداني على اعتاب هذا المنصب، ولكن بصعوبه جدا، خاصه يعني دولة القانون هي داعمة لمحمود المشهداني، ولكن القوى السياسية السنية وبالتحديد عزم والسيادة وحسم ربما غير داعمين لمحمود المشهداني. الكتل الشيعية هي متفقة على تمرير وعلى دعم محمود المشهداني رئيسا لمجلس النواب، لأنهم يعني كانوا ضمن الدورات السابقة، وبالتالي كانوا مشتركا سياسيا في مجلس النواب. هنالك توافق وتوازن بين محمود المشهداني وبين رئيس مجلس الوزراء الأسبق نور المالكي وكتلته التي دعمت الآن وهي داعمة لحد هذه اللحظة محمود المشهداني، وبعض كتل من ائتلاف إدارة الدولة، وحتى بعض النواب المستقلين المنتمين لائتلاف إدارة الدولة أيضا هم داعمون لمحمود المشهداني. نعم وضحت الصورة. كنت معنا مباشرة من العاصمة بغداد مراسل وان نيوز مهدي غريب، شكرا جزيلا لك.